هو بالأحرى هتكلم في المادة 121 من الدستور، وأنا بعتقد وعندي يقين أن هناك خرق دستوري واضح في ممارسة السيد رئيس الجلسة لإقرار قانون تحصين العقود. تحصين العقود ضمن قانون السلطة القضائية اللي بيتطلب تلتين الأعضاء، تلتين أعضاء المجلس وليس تلتين الحاضرين للموافقة عليه، وقد أقر رئيس المجلس بنفسه هذه القاعدة في التصويت الأول، وبرغم أنه كان حاصل على 51% أرجعه لأنه ما حصلش على تلتين الأعضاء، فهو كمان أكد يقيني بأن هذا نص دستوري ملزم يتطلب تلتين الأعضاء. المرة الثانية ما حصلش على تلتين الأعضاء والرئيس أقر النص، فأنا بعتقد أن هناك خرق دستوري كامل الملامح لهذا القانون. ثم بعد إذنكم أنا عايز بس ما التزمش بالدقيقة لمدة نص دقيقة، أنا بتكلم دلوقتي في دستور، ما بتكلمش في لائحة ولا بتكلم في قانون، فلو تسمحوا لي إن أنا لو زودت ثانيتين ثلاثة تحتملوني، ممكن يا سيادة الرئيس؟ أما عن لا بد أن أسجل في مضابط هذه الجلسة أن شباب هذه الأمة هم أصحاب المصلحة الحقيقية في المستقبل، وهم اللي عملوا الثورتين وكلنا كنا وراهم، هم أصحاب المبادرة. الشباب لازم ياخدوا فرصة هنا أكتر من أي حد لأن هم أصحاب المصلحة، والشباب هنا لازم لو سمحتوا، هذا رأيي، اعترضوا لو سمحتوا أنا بقول رأيي رد عليه، لو سمحتوا خلي عندكم ديمقراطية، لو سمحت يا ريس أنا عايز أمكن من أن أقول رأيي، أنا لازم أقول هذه الطريقة في إخراج الأعضاء، لا أنا معترض، دي طريقة في إخراج الأصوات، حضرتك خد الكلمة واتكلم. السادة النواب اتفضل سيادة النائب، اكمل لي الحق أنا أقول ما أشاء ولك الحق أن تقول ما أشاء. اتفضل سيادة النائب، وجه الكلام للمنصة، اتفضل. طب يعني لو اسمح لي بحاجة اتكلم دون مقاطعة، اتفضل على السادة النواب ان يتركوا سيادة النائب، انا اقول كلامي ويتسجل في المنطقة سيادة النائب، واي عضو يعترض براحته، لكن لا يخرسني احد. اتفضل سيادة النائب كمل. انا بقول ان تم تعسف في استخدام سلطة رئيس المجلس في اخراج نواب شباب يجب احتوائهم ويجب فهمهم ويجب ان احنا ننظر لهم بعين الاعتبار، لو سمحت هي دي الديمقراطية. اتفضل سيادة النائب خلاص الكلام انتهى. لا خلاص اثبت طبعا لك الحق واثبت هذا في مضابطك. حاضر انا تركتك سيادة النائب تتكلم واكملت كلامك في نقطتين، اترك لي الرد بعد اذن حضرتك. اتفضل. لا عايزين يا فندم، عايزين نرسي تقاليد، الأغلبية لو الموجودة معترضة على عضو واحد ما تسكتوش، أمال بنتكلم على ديمقراطية ليه؟ نقول رأيي وسعادتك قوم اعترض وخلي القاعة كلها تسعف لك، بس خلينا نقول إيه؟ اعترض براحتك من خلال الكلمة، لكن أنا لازم أقول كلامي. حضر آسفا لرفع الجلسة. أتفضل سيادة النائب، سيادة النائب مرتضى منصور، اتفضل. سيادة النائب أحمد مرتضى منصور، اتفضل. حاضر أديك الكلمة. اتفضل النائب خالد يوسف. اتفضل. سيادة النائب، اتفضل.